تقصى انت ولا لا؟ ليه يا بنتي؟ عشر عباد سنين الله وزيد من بعد ما يقعد شيء، تقعد لك كان امك وكان اللي يقربوا لك كان عائلتك راه صاحبه الاولاد خير بالحق، البنات لا، البنات باللي تعشرها تاكل معاك تشرب تخرجوا مع بعضكم تلبسوا مع بعضكم وباش تجي حاجه تبين لك اللي هما بالحق ماهمش معناها ماهمش صحاح معاك ماهمش صحاب كيما انت تصورت ماهيش اختك هي بخيتو هذيك هذه اختي صاحبتي روحي امي الدنيا الكل هذه ما تنجمش تكون ام اكاها وعوضت لي البلايص الكل ماما الحمد لله يا رب اش تعملوا في تونس؟ جينا الحوص اليوم جينا جيتو من الفحص مرحبا بك اكثر يعيشك عاش اختي هي المدام اختك ولا امك مش نبدا فاهمه هذه اختي صاحبتي روحي امي الدنيا الكل هذه بالحق اعز حاجه في الدنيا ما تنجمش تكون ام اكاها وعوضت لي البلايص الكل ماما الحمد لله يا رب ربي يفضلكم لبعضكم يعيشك يفضلك ما عندك تحكي لي على الغلاسه بينك وبين الوالده والله لقيتها اكثر من صاحبتي تو انا ما نمنش بالصحبه عملت برشا اصحاب وبالحق نهار تلتيح بيك تلقى كونش امك كي تبكي كي تتعدى بسيتوياسيون خايبه مثلا السنه تعبت برشا لقيت معايا كان ماما لقيتها كاخت كصاحبه حتى سوجي انتيم تلقاها كان امك تحكي معاها هي بالحق مادام عندك ولاد اخرين ولا كل بنوته اي عندي ولدي وبنتي كما نعرفوا الام قريب لها ياسر الطفل والطفله قريب لبوها انتم ظهر لي بالعكس لا بنتي صاحبتي واكثر من اللي هي بنتي صحاب برشا احكي لي انت وامك تخرجوا تحوسوا كيفاش انا وما بالحق قلت لك ساعات تحشم معناها من صاحبتك باش تقول كلمه ولا انا وما روح وحده اللي باش نخمم فيها بيني وبين روحي نقوله مع ماما ما نحشمش اصحاب من الكوليج معناها قبل كنا عادي كي بديت نكبر لقيت امي معايا في اي حاجه نشاورها سوجي انتي مع على اي حاجه تقلقني نحكي معها ما بالحق لقيت كان امي معناها تحكي كل شيء لامك متخبي عليها حتى كل شيء مخبي شيء يمكن على خاطر امك متفهمه خاطر فما اميت اي صحيت امي مخها محلول ماما تفهمك مثلا كي نحكي معها سوجي مش هكا اللي تجيني طولك وصعيبه معايا بالعكس تفهمني كان حاجه خايبه في ريال ما تعملهاش هذيك تضرك هذيك لي تفهمني بالسياسه ولا جرب وانت على كيفك عرفت ماهيش صعيبه معايا تفهمني لقيتها بالحق هاني قلت لك عملت اصحاب سنين الله ولقيتها كان هي في الاخر ريت هك الدور وتلقى كان امك ولا اختك زيدا كان عندك اختك يمكن على خاطر ما عندك شخص تقريبا لما كنت انا قلت لك عوضت لي بلاصه الاخت مانيش مستحقه اخت امي عوضت لي البلايص الكل الحمد لله عايشك ما عملتش صحاب جمله ولا عملت صحاب ولقيتهم ماهمش في المستوى لا عملت صحاب وما تدومش الصحبه راهم ما عشرت عباد سنين الله وزيد من بعد ما يقعد شيء تقعد لك كان امك وكان اللي يقربوا لك كان عائلتك راهو الباقي زيد ديز اكسبيريونس في حياتك وكها شنو الحاجه اللي تخلي الصحبه ما تدومش تخدم المخ غيرة ما عرفش حاجات هكا تتبدل ووقتنا تبدل معناها ساعات كي تكون خير من العبد هذاك أكيد راه باش يتبدل معاك راه انت تحكي على صحبة البنات ولا الأولاد خاطر فما برشا بنات تقول لك صحبة الأولاد خير أنا هذيا نقول أي صحبة الأولاد خير بالحق البنات لا البنات باللي تعشرها تاكل معاك تشرب تخرجوا مع بعضكم تلبسوا مع بعضكم وباش تجي حاجة تبين لك اللي هما بالحق ماهمش معناها ماهمش صحاح معاك ماهمش صحاب كيما أنت تصورت ماهيش أختك هي بخيتو هذيك احكي لي في العادة كيفاش تعدي وقتك؟ في العادة وقتي كيفاش نعدي عادي قراية ساعات نخرج نقهوج مع ماما نقهوج هاني قلتك معايا في الدنيا الكل نقهوج شوي فيسبوك انستغرام نقهوج تعدى الوقت وامك تحكي لك كل شيء انت تحكي لها كل شيء وهي خاطر نلقاو فما امات مع اخوتهم صحاب اكثر لا قريت مثلا انا ملي صغيره ماما ما نبدا مش فهمتها باش تحكي لي سوجي تحكي لي وتفرغ لي قلبها وننصحها وصحاب هاني قلت لك حتى هي تبدا ما تفهمهاش الحكايه وانا نبدا نحكي معاه المهم تسمعني كهو هكاك العلاقه نتاعنا تبنات انا وبنت ما عندكش اخوه مدام لا عندي اختي ربي يفضلها غير من خالتي راهو وعلاش تغير من خالتك خاطر قريبه لهم خالتي فكت البلاصه شويه راهو هو كي تشوف انت اللي فكت البلاصه راه مش خالتك فكت البلاصه كهو خالتي برجوليه نقسم التليفونات خالتي بلوكيها على التليفون ايش
نقولها خالتي راهو ياسر خالتي بديت تغير. علي ما تخرجوش مع بعضكم الكل انت وامك وخالتك كي كترضي زوز المدى. خالتي بعيده من بيجا ونكلمها بالعكس صحاب اني قلت لك الحاجه الباهيه في عائلتي اسبري معناه متفاهمين ماهمش اللي مخاخهم مسكره حتى من الريف راهو وخالتي من الريف وكله بالحق مخها متفاهم هذه الحاجه الباهيه في عائلتي. بنتي وامك تمشوا البلايص الكل مع بعضكم مع بعضنا البلايص الكل الكل ديما ندوروا مع بعضنا يعني انا وماماني قلت لك راني تو ماشي نقاوجوا مع بعضنا ريت في الدار ام وبنتها والبرا زوز صحاب باش نحكي معاها عباره زوز صحاب ما نحكيش معاها ام وبنتها في الدار مدام بنتك تعاونك في القضيه والدار والا تعمل قهوه وتجي تفرقهم معاك احكي لي احكي لي اشنو اللي قصه احكي لي اي شويه شويه كيفاش شويه شويه فما اللي يعاون بالكلام برك لا تعاوني بنتي طيب معايا في الكوجينه تغسل الماعون هكاها الصابون ما نخليهاش تغسلو علاه ما تغسلش الصابون ما نخليهاش بزاف الوقت انت حتى تقرا هاي كسكسي نطيب لها اللي تحب هي قهوه بنينه يزي هكاها واش تحب اكثر من هكا بني طيب خير انت ولا الوالده اسال لا والله لا ماما اكيد ما تعلمت عليها هي يا اخي هي اكيد شنو تنصح البنات اللي في عمرك اللي تلقاهم عندهم مشاكل مع عائلتهم ولا مع اماتهم ننصحهم يفهموا عائلتهم يمكن منخوفهم عليهم ساعات يكونوا صحاب معناه صعابه معاهم ننصحهم بالحق يتلهوا في الحاجات الاولويه في حياتهم قرايتهم خدمتهم وبعد يجي الريق الاخر انا نقول هذاك اش نقول والعائله هي للدوم راه حتى كان عائلتك راهي ساعات تفهمك بالغلط هذيك للدوم لك راهو العائله الاساس والباقي حاجات سكوندير باش تحب تقول لامك نحب نقولها نحبك برشا وربي فضلك ليا وان شاء الله ديما انا وياك صحاب واخوات وان شاء الله نفرحك ان شاء الله بالحق تعب هذا الكل نفرحك من بعد التعب هذا الكل مادام بعد الحب هذا الكل ربي يفضلك لو كان تعرس بنتك وتسافر تمشي وتخليك شنو رايك بروحي معاها انا فما روح بينات اي تخليها تسافر ولا ماذا بك تاخو راجل هوني في تونس سعد بنتي لترتاح في حياتي لترتاح فيها بنتي انا معاها هز امك معاك ولا لا نهزها نهزها انا ديما معايا ريت حتى كي يعني بعيده توا بالحق ما معايا يعني قلت لك صحابي يقولوا لي شبيك نهار كامل في التليفون ديما معاها هاني بعيده في سوسه وديما نكلمها وديما مع بعضنا ما خلت ليش هكا الفضوه باش نبعدوا ولا اي حاجه بالعكس علاقتنا صحاب على الاخر والله ما عرفتش انت ولا لا ليه يا بنتي نكمل في المهم ربي ينجح الراجل اللي باش يكون في حياتك معناه باش تفرض عليه لازم يجيب امك ويقابلها عباره ولدها شنو نفرض عليه شنو نفرض عليه معناها اليوم نقول احنا تسكن معاك ولا ديما بحذاك ولا لا نتصور يكون ساعه نس مليح علاش باش نفرض عليه نتصور انا ماما تتحب من غير ما اي صحيت ما رجلك اللي يتقلق ويقول لك نسيبتي تجي مره في الشهر يزي ولا ما تجيش حذايا ولا ماشي مش حكايه ماشي انا احنا من طبعنا ما عندناش شكل ماشي وشاي برشا ما بتحيي انا عائلتي اوليلي بصراحه هو من بعد انا بنتي تجيني انا ما نمشيش بنتي اه ريت الكرامه انا نقول لك دار بنتي يا مدام المنطلتي هذيك ما انا ما نحبهاش انا نسيبي وبنتي والحكايات ماشي تحب تقول لبنتك ربي يفضلها لي ان شاء الله تفرحني السنه يا رب ان شاء الله ان شاء الله نجاحك يعيشك والله ان شاء الله هذه اعز حاجه بالحق تفرح عائلتك بقرايتك اني قلت لك